كارلس كرونا أكبر سفينة حربية سويدية بطول 106 أمتار ترسو بميناء الدار البيضاء. زيارتها إلى المغرب لتوطيد العلاقات بين المملكتين المغربية والسويدية اللتان تجمع بينهما العلاقات الدبلوماسية المتينة إلى جانب البحر كمعطى طبيعي. البحر يتيح إمكانية توطيد العلاقات بين البحريتين وهو الهدف من هذه الزيارة التي نقوم بها. تقل هذه السفينة 140 شخصا من ضباط وأفراد الطاقم العاملين على ظهرها، وحضور هذا الطاقم الحربي هو الاحتفال بذكرى مرور 250 سنة على بداية العلاقات بين المغرب والسويد. زيارتنا للمغرب تندرج كذلك في إطار تبادل التجارب بين بحرية بلدينا، وهي عملية تتخذ طابعا روتينيا. نحن هنا للتأكيد على عمق العلاقة الثنائية بين السويد والمغرب التي بدأت منذ سنة 1763 عندما تم التوقيع على أول معاهدة للسلام والتجارة والإبحار. بعد المغرب ستتجه السفينة نحو خليج عدن للمشاركة في عملية أتلانتا التي يقودها الاتحاد الأوروبي بعرض سواحل الصومال لحماية السفن التجارية وخاصة تلك التي تتولى نقل المساعدات الإنسانية. وفي ختام المساء